جنجل. واش اخوتي تما تكونوا بخير، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وبلان كيما العاده جديد. البلان اخوتي هذه المره جديد بصح بصح، لا ماشي بلان جديد وتكون شي حلقه، ماشي برنامج، لا هذا بلان جديد. البلان وما فيه اليوم غنتعرفوا على الموروث الموسيقي ديال منطقه تافيله. تعرفنا البلايص تافيله، تعرفنا الناس تافيله، تعرفنا المواهب تافيله، شو قلنا غنرجعوا شويه للموروث الثقافي وعرفنا حتى المعارك ديال تافيله. كلشي تلقاو فلاشين ديال البطوله تحت، تلقاو كلش. دابا غنهضروا على الموروث الموسيقي ديال تافيله. وفاش كنهضروا على الموروث الموسيقي ديال تافيله كلشي كيعرف عندنا جوج، نحن هم مهد الملحون والماء المطينه البلدي. حلقه اليوم على البلدي. الى اي حاجه كربان نهضروا عليها، والا انا كنشوفوا التاريخ بالضبط فوقاش تاسست ولا فوقاش بدات، ولكن في البلدي ما نقدرش نعطيكم واحد التاريخ محدد. علاش؟ لان مصادر والمراجع ديال هذا الفن قليله بزاف، ولهذا غنجنبوا نذكروا شي تاريخ محدد. ولكن غنقول لكم في القرن الماضي اللي هو القرن العشرين، في الربعينات وفي الخمسينات ديالو، كان سي محمد باعوت اللي كيتسمى با محمد، ايضا مولاي علي بن المصباح، وزيد عليهم مولود الكاوي، كلهم هذوكم كيتعتبروا من رواد ديال الفن البلدي، او كيتعتبروا من المؤسسين او نوعا ما، او لا من دوك الناس اللي عطاو واحد القفزه لهذا الفن. ولكن في جميع الابحاث وفين ما قلبتي كلشي كيقول ان المؤسس ديال هذا الفن، وان السيد اللي عطى واحد القفزه نوعيه لهذا الفن، وان السيد اللي بداو معاه جميع الفرق اللي هو محمد باعوت. منين جا هذا الفن؟ هذا الفن سيدنا منبثق عن مجموعه من الفنون الشعبيه المغربيه، لا سواء ديال المنطقه ولا ديال المغرب، لانه هز من العيطه، هز من الملحون، وهز من فنون اخرى عاتقة وعارقة بالمغرب، ودرنا واحد الميلونج وعطاتنا الفن البلدي الخاص بمنطقة تافيلات اللي عندها بوحدها. والفن البلدي هو واحد الفن جمالي يقوم على واحد الشعر شفوي، وتيكون بحضور واحد الجمهور ومتفاعل ومتفاعل ناي. البلدي ببساطة لأنهم بغاو يميزوه على الرومي أو على الداخل، يسموه البلدي. أوكي، شنو هما المواضيع اللي كيهتم بها ولا كيهضر عليها الفن البلدي؟ الفن البلدي هو قلنا منبثق من مجموعة من الفنون الشعبية المغربية، ولكن كيهضرش على هذيك، كيهضر على المنطقة فاش تولد وفاش تأسس. إذا جميع المواضيع ديالو كتهضر على تافيلات والناس ديال منطقة تافيلات. غنعطيكم بعض الأمثلة ديال هاد المواضيع. أول موضوع هو أن الفن البلدي كيهضر وكيتغنى بجمال المرأة الفلالية، وبما أن المرأة الفلالية ما كيبانو فيها غير عيونين ديالها، تغنى بالكثره وغنى بزاف العيونين ديال المراه الفلاليه. كتعرف المراوات عندنا كيلبسوا الحياه، كيلبسوا لي زار، كيلبسوا داكشي كامل، ما عارفينهاش، ما نزدقوهاش، المهم ما عارفينهاش. منطقة تافيلات انه ذكر مجموعة من الاماكن في المنطقة، مسكي جرف عصاني بزاف، غتلقى بزاف بزاف. عين مسكي الحية بلادك خضرة، بلاد الجريد وبلاد التمرة، باغي نشوف تافيلات، باغي نشوفها، باغي نشوف ديك بلاد اسباني زينها، باغي نشوف تافيلات، باغي نشوفها. سجل ايضا اليوميات ديال اهل المنطقة، لا الروتين ديالهم اليومي ولا اي حاجه كتهم المنطقه سجلها، والحمد لله كتعرف بها. هضر على الموت، على انها واحد الحقيقه جدليه. الفن البلدي مختلف على الفن او الموسيقى العصريه ولا الموسيقى اللي ماشي بلديه كاع،
بصفات عامة، لا من ناحية الكلمات ولا من ناحية الأداء ولا حتى الألحان. الموسيقى العصرية كتجي كتلقى كلمات عاد كيركبوا فوقها الألحان عاد كيزيدها موسيقى. الفن البلدي لا، ولا شي كيجي في خطرة واحدة ميلونج كيخرج لنا باناشي. واحد القضية، أن الفن البلدي كيعتمد بواحد النسبة كبيرة على الارتجال، كنجيب واحد الإيقاع ولا واحد الموسيقى وواحد كيبدي يخرج كلمات، تطلع لنا ديسك نقعة. خلاصة تامة، الفن البلدي بحالو بحال مواليه، بسيط بساطتهم، وحتى الألحان اللي عندنا بسيطة بزاف ومستنبطينها غير من داكشي اللي عايشينو دوك الفنانه اولا دوك الشيوخ اللي تتسمى شيخ او فنان. داكشي اللي عايشينو كيعطيونا في الحان صافي. اللحن في الموسيقى البلديه ما كيتعداش 3 ولا 4 ديال الجمل، جوج ولا وحده منها كتكون اللي هي اللحن، وحده ولا جوج اخرى كتكون اللي هي الابيات الشعريه. اللحن في الموسيقى البلديه اولا في الفن البلدي كيتسمى القياس، اما الابيات الشعريه ولا الشعر كتسمى الحبات. غير نقطه، علاش تسمات الحبات ولا علاش كيقولوا لها الحبات؟ على الارجح اولا تقريبيا لانها كتشبه ديك الحبات ديال التسبيح، ياك تيكونوا ظاهرين، وحبه كتديك الحبه وحبه كتديك الحبه، اذا البيت الشعري كيديك البيت الشعري. وشكون اللي رابطهم؟ اللي هو الخيط. شكون هو الخيط؟ هو القياس اولا القياسات ديال الالحان. المهم الالحان او القياسات فيهم بزاف ديال الامور، ما بغيتش ندخل لهم حيت ما فهمتهمش. انا اصلا ما كنفهمش بزاف في الموسيقى. نهضروا على الايقاع ببساطه. الموسيقى او الفن الفن الشعبي في المغرب بصفه عامه هو فن ايقاعي، كيقوم على ادوات ايقاعيه. وحتى الفن البلدي راه فن شعبي، اذا هو فن ايقاعي كيقوم على ادوات ايقاعيه اللي هما اللي كيديروا داكشي ديال الايقاعات. غير الفن البلدي زادوه دخلوا عليه واحد التحسينات، هادشي زمان ماشي دابا، اما دابا راه دخلوا عليه تحسينات اخرين. المهم الفن البلدي الناس ديال الجرف زادوه الغطاء والناي او العواده ولا زادو السنيترا والعود. الناس اللي كيفهموا في الايقاعات، انا صراحه قلت لكم ما كنفهمش الموسيقى، ها هما الاوزان اللي كيتخدموا اليوم الايقاعات في الفن البلدي. جوج الاوزان هما هذوك. المايا يا خوتي هي واحد الموسيقى صامته، كتكون منفرده، تكون طويله وكتكون مبعده على الاغنيه. هاد المايا ما فيهاش الهضره، فيها غير تمزاك ديال بالصح وبالصح. هنا تبين العازفه والعازفون المجموعه ديال العزف كتبين على القدره ديالها بالانتقال بين المقامات الموسيقيه، وهنا كتبدا وتمتع. ماشي هادشي اللي كاين، بل كتبين على القدره ديالها باش انها تخلي واحد الانسان جالس على الارض عطي الرسول راحت الله انسان المايا كتكون غير في المحافل هي فاش كتكون، سواء كانت حفله، كانت عقيقه، كان عرس، كانت ختانه، كان شي محفل في شي قصر، شي كامل فاش كتكون المايا بالضبط. قول انت كتكون في القصاره، والقصاره هي واحد الليله موسيقيه بلديه خاتره مطينه بامتياز. من بعد ما كيتعشاو الشيوخ في الليل حتى طلوع الفجر هما شوف على قياسهم وكامله شطيح وارتاح. الانسان الفلاني داك الشي كاع اللي فيه كيخويه ديك اللحظه وديك الليله كيخويه. والله الا كنت يعاود لي الوالد تيقول لي كيقصروا في قصر من القصور كيجيو يخدموا الصباح. الانسان الفلاني ما يمكنش والله. عرفتي كنت يقول لي تيقول لي انه تيقصر مثلا في واحد القصر معين وكيجي حتى للبلاد ويبقى صافي كيجي كيخدم، صافي كيجي كيمشي للموتور كيمارشي للموتور تيبدا يخدم في الموتور تيبداو يشربوا الكمامه داكشي ديال اغرار. المهم اللي ما فهمش اغرار حتى انا راه ما فهمتوش، اللي فهم اغرار يحطونا في لي كومونت. والقصره كتكون واحد اللقاء حصري ما بين الفنان والجمهور ديالو، وكما قلت لكم راه الموسيقى البلديه هي واحد الفن جماعي وتيكون بحضور جمهور متفاعل. وراه متفاعل يسمح لي، راه هادشي راه متفاعل بلا محفزات. وبلاتي شي القصاره واحد النقطه ما يمكنش تلقاها من غير عندنا حنايا. القصاره فيها دعوه عامه، ما فيهاش دعوه خاصه. ماشي الا ما كنتيش ولد الناس اللي دايرين العرس ولا داك الناس اللي دايرين ديك الحفله ما غاديش تدخل.
ماشي الا ما كنتيش ولد داك القصر ما يمكنلكش تدخل، ماشي الا ما كنتيش ولد ديك المدينه ما يمكنلكش تدخل. لا حنا عندنا مفتوحه وبيبليك الخلق فين ما كاين، الناس من الرفوت كيجيو يقصروا في الريصاني، الناس من الريصاني كيطلعوا يقصروا في الرشيديه، الناس في الرشيديه كيهبطوا الجزر فيقصروا، اقسموا بين اللي تلقاه. راك كتبوها انت، انت منهم، ها انت منهم، انت منهم، اكتبها اكتبها. قول انا مشيت قصرت في الرفوت صراحه، انا اطول ولا ابعد قصره قصر ولاد اللي في الريصاني حتى الغرفه يمكن قريبه 10 كيلومتر بحال هكاك. وانت شنو من المسافه مشيتي لها على حساب القصاره؟ بانوا الناس ديال 20 كيلومتر 30 40 100 بانوا بانوا بانوا. هضرنا على القصاره، نهضروا على حاجه اخرى اللي هما الادوات. في الادوات غنهضروا على اللي قدام شويه، ما بغيتش نهضر على اللي جداد لان بزاف التطورات بيانو المهم داكشي اللي ما كنفهمش فيه بزاف. قلت لكم نهضروا على الناس اللي قدام، كنهضروا على طار اللي هي التعريجه، قلال اللي هو القوال، العواده او الغطاء اللي دخلوهم الناس ديال الجرف، سيترا وعود اللي دخلوهم الناس ديال المضغره والخنق. كاين ادوات اخرين بحال ديك الخشخاش بحال شي لعبات اخرين، ولكن ابار ما هضرش عليهم. اخر حاجه غنهضر عليها واللي هي الفن البلدي، واش دخلوا ليه الناس ولا ما دخلوا ليهش. الفن البلدي باعتبار ان واحد المنطقه اللي هي محافظه ومحافظه بزاف، ما اقتحموش العيالات بزاف. كاين عيشه زكود اللي باقي لحد الان الله يطول في عمرها، عيشه كاين عيشه في ولاد الحاج على ما اعتقد، هي اللي دخلت وغامرات وعاشت الحياه وعاشرت بزاف ديال الناس ديال هذا الفن، ولكن عيالات اخرين ما دخلوش لاننا كتعتبر منطقه محافظه بزاف وما يمكنش يدخلوا العيالات لهذا الشيء. واو واو يدخلوا العيالات بلدي واو ايا وخيت ما تخرجش العيالات، راه كلشي كيتمزق عندنا هذا الشيء، كلشي كيشطح على كل واحد فين كيشطح، شي كيشطح هنا وشي كيشطح هنا. ما عمرك تلقى حنا حفلات مخلطين شي مخلطين، لا الواحد بوحدو عيالات هنا ورجال هنا، ولا العيالات ولا الرجال كيشطحوا علاش كيطلوا من عند الطار. المهم الا جاتكم حتى عند الطار ما عرفتوهاش عندي ما ندير لكم. فين الفن البلدي؟ فين وصايد جدي؟ ولا سولني ولدي؟ واش نقول انا عندي؟ نقول له عندي الفيديو. المهم هذا الفيديو حاولت انا نخصص لكم ونلخص لكم فيه حياه ديال البلدي. كنشكروا سيادنا الناس سي محمد المعطى، كنشكروا يونس البولماني، خالد الحمري، سعيد الطاهري، كلهم ساعدوني في هذا البحث. ولكن اكثر واحد غادي نشكره وغادي يكون هو المرجع ديالي في هذا البحث هو ميلود بوفشله، هو هذا السيد كنشكره الشكر الجزيل لانه هو اللي كان دار هذا البحث على هذا الشيء ما نقيه وداكشي زويون. ولا اللي بغى هذا البحث يمكن له يتواصل معايا، راه تلقاو روابط التواصل معايا في صندوق الوصف، دخلوا ليهم ونصيفطوا لكم داك البحث اللي عندي. كنبغي غير نقول واحد الكلمه للناس اللي ديال البلدي، ما عرفت واش انا ما عمرني احتكيت بهم، اللي محتك به هو خالد الحمري، واحد الانسان الله يعمر له دار التواضع ومساعده دائما. ولكن الاخرين ديال الناس ديال البلدي راه ما متواصلش معاهم، ما تحكش معاهم، ما بغيتش نحكم عليهم من واحد ولا جوج. بغينا بزاف المساعده لان هذا الشيء بغينا يخرج ارض الواقع، راه الابحاث وعباد الله تخيل معايا تقريبا سيمانه وانا كنبحث ما كاين والو، ما كاينش بزاف، ما كاينش بزاف. بغيت نزيدكم واحد لانه كاين واحد الكتاب سميتو مدخل الى الفن البلدي، قلبت عليه اللي عنده يصيفطوا لي. المهم غنزيدو عندي ونقرا فيه عليه شويه صافي انا ما. المهم الحلقه الجايه ان شاء الله غتكون على الملحون، ورمضان مبارك سعيد، نتمنى لكم انه يدخل لكم بالصحه والسلامه، ما كانش مشكله مع الحجر الصحي. المهم ما تنساوش جيم بارطاجيو الفيديو وخليو في التعليق شي لعيبه، لقاو في بلان اخر في شي حاجه جديده. حتى اللي نسيتهم الناس اللي ما ذكرتهمش في الفيديو نتمنى انهم كنعتذر منكم، وحاول انني نبحث مره اخرى ان شاء الله. المصادر قلاله ما عندي ما ندير اخوتي، المصادر والله الا قلال في البحث. المهم تهلاو في راسكم الله يعاونكم، تلقاو في فيديو اخر بلان اخر. يلا الله يعاونكم.